ده يعني ايه السعادة اللي كل واحد فيكم بتشوفوها ازاي؟ سوها، ابتدي بسوها. سؤال صعب قوي. ليه حاسه ان احنا سؤال صعب قوي والله. يعني احنا صعب. امال اللي بيمتحنوا اليومين دول يقولوا ايه؟ سؤال صعب قوي. ايه سر السعاده؟ سؤال يعني ايه سر السعاده؟ قولي قولي يا سوها. السعاده في تحقيق الاحلام، انا شايفه كده. زي يعني اشرحي لي اكتر. زي ايه؟ زي ان اوصل لكل التارجتس. ها معايا؟ لا بس بتقول لك نوصل لكل التارجتس. انت كنت سيلز يا بنتي. ايوه ايوه كول سنتر. ايوه تحب حضرتك فرايز مع الاوردر؟ تحب ابل باي لذيذ؟ لا ابل باي ايه، انا اتقالت لي واحده في الشهر الكريم بما ان خارجين منه بقى لنا يعني مش كتير قوي. داتس باي. يعني داتس. داتس يعني حاجة مشهورة كمان. يعني داتس ايه؟ داتس دي معلش صايمين بقى وكده. لا بس قعدنا كتير على بال ما لقطنا داتس دي. فانت التارجت وتحقيق الاحلام. ما هو ده خلاص وصلت اللي انا عايزاه فسعيدة. فانا شايفة ان التارجت لما نحققه مش انا ولا كل ما تعرفش تمسك نفسها وانت تشوف المناخير دي لوحدها بتقعد تضحك. ايوه لوحدها بس. وانت بقى سر السعاده ايه بالنسبه لك؟ انا الحمد لله بطبعي بجد مش تمثيل يعني، انا بطبعي سعيد يعني الحمد لله. الحمد لله يعني بحب السعاده يعني، بس انا قمه سعادتي لما بشوف ابني او بنتي بس. ما شوفش حد معاهم تاني. بس الكلام ليكي يا جاره. لا لا ده سر سعادتي. سر سعادتي في اسرتي يعني الحمد لله. ربنا يبارك لينا. وانتوا انا سر سعادتي يعني. الله يبارك لك والله. يا سلام. ده شفتي شفتي الحته دي مش دايما بيعمل معانا كده. ده قليل جدا اللي لا ده تمثيل طبعا. طبعا بس بنقوله كده عشان البرنامج وكده. لا انا سر السعاده بالنسبه لي ان انا افضل مبسوطه على طول. ان انا مثلا ممكن تكون خروجه لذيذه، اكله حلوه مع ناس بحبهم، ان احنا نروح نصيف نجري على البحر، ناكل فريسكا، ناكل ايس كريم، نسافر نروح نرجع. ده بالنسبه لي سعاده. انت قلتي نسافر مرتين. السفر ونروح ونرجع. محسوبك مجنون سفر. لا بحب السفر قوي قوي، وببسط لما مودي بيتغير. يعني مودي بيتغير لشهر قبل، يعني مثلا حجزت كمان شهر، افضل شهر ده كله مبسوطه عشان عارف ان كمان شهر هسافر. عشان في السفر بتكتشف، بتعرف على ناس جديده، بتجرب اكلات جديده، بتشوف ناس جديده. يعني ده بالظبط اللي السفر سبع فوائد. بالظبط. فانا السعاده عندي ان انا اخرج وببسط ويبقى حواليا ناس بحبهم. يعني حلو قوي. جميل جدا. انا وانت واحنا قلنا سر السعاده بتاعتنا وبتاع. عايزين نشوف الناس اللي بتتفرج علينا. احنا بعتنا رجالتنا نزلوا توغلوا في وسط المصلحه، نزلوا قفلوا المنطقه. سالوا الناس عن سر السعاده بتاعتهم. نشوف بقى في وسط المصلحه الناس قالوا ايه. يلا يلا بينا. يلا بينا. سبب السعاده في الدنيا ايه ستات؟ لا عادي الاثنين ايكوال يعني. الاثنين على حسب الشخص. رجاله طبعا عشان احنا دمنا خفيف ولذيذ. الصحبه الحلوه حتى لو مع الستات يعني يبقى في الحكايه في التفاهم. الاثنين مع بعض. لا الرجاله طبعا. لا الرجاله. المفروض ان احنا الاثنين يعني نبقى مصدر لسعاده بعض يعني. الرجاله طبعا. لا الاطفال. يعني انا حاسه ان السعاده تكمن في داخل البني ادم، فسواء راجل او ست لو انا عارفه اسعد نفسي هبقى مبسوطه. انا كنت امتى اخر مره كنت مبسوط؟ اكتر حاجه بتخليني سعيده حاجات كتيره يعني. انا اخدت الاجازه. ان انا اكون ناجحه في شغلي. الصحبه الحلوه. حاسه كتير قوي. الغنى عشان انا بغني. الاتشيفمنت اللي انا ممكن اعملها مثلا في شغلي. ان انا دايما اكون مرتاح البال. ماشيه في الهواء بالليل بالعربيه زي الفل يعني. يكون معايا اهلي واصحابي وكله حاجه تبقى تمام وبس. والله الشوكليت والكانديز حلوه قوي. بفرح حد او كده فده اكتر حاجه مصدر سعادتي يعني. حد كان متضايق وانا خليته مبسوط. وكفايه ان انا موجوده في حياه الناس، ده يعني انبساط لوحده اصلا. لا والله بنصحه وانا عايز يعني حد ينصحني. مهمتي في حياتي ان اي حد مكتئب اخش افرفشه. انا اصلا دايما بحب جبر الخواطر يعني، فهتلاقي ده كتير قوي بس ما بحبش احكيه بصراحه. حد كان متضايق وانا فكته، انا على طول اي حد بيبقى متضايق بيجي لي انا عشان افكه. انت عارفه ان انت طبعا سر سعادتي وكل حاجه تقدري تتخيليها طبعا صح؟ رنا انت سر سعادتي. صوتك بيسعدني وبيدخل الفرحه على قلبي. بخير. تعرف لما بسمع صوتك ببسط ولا لا؟ اخويا بجد. طب مش هشوفك بقى عشان ابسط ولا ايه؟ عشان انت وحشني. ببسط لما بسمع صوتك. اوه يا حياتي. اي لاف يو. اي لاف يو تو. هذا الرقم لا يمكن الاتصال به في الوقت. شفت انت رامي من زعله قفل الموبايل. شفتي بقى؟ يا سلام.
شايفين سر السعادة ايه يعني؟ شايفين يا جماعة يعني ناس كتير قالت اراء مختلفة، منها حاجات شبهنا يعني، ناس قالت صحابي صحبة الحلوة، ناس قالت الشوكلتس. عامة هو الاكل طبعا خلينا متفقين كلنا سعادة، هو سعادة، سعادة يعني طبعا. انت بعد يوم طويل وتعب لما تلاقي قدامك كده شوية ورق عنب ولا مكرونة بشاميل مبصبصة كده، بشاميل من كل مبصبصة. حتة أي... وفي واحد قالك الغنى، شفتي اللي قالك الغنى ده؟ انا منهم، انا بقى احب اخش مثلا الحمام اشغل الدش واغني هتتلبس صوتك حلو؟ صوتي حلو؟ صوتي ممكن في الكلام يعني، مش عايز ابقى مغرور يعني، بس كغنى ايه؟ لا بس